مساء الخير واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه وكالعاده معاكم بنفتح ملفات ومواضيع مختلفه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه، بانوراما شامله لاهم احداث اليوم. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار والفقرات المتنوعه واخبار كمان مهمه متعلقة بالملف الرئاسي، منها ما هو متعلق أيضا بفيروس كورونا، منها ما متعلق بأزمة الطاقة العالمية، منها ما يتعلق أيضا بأزمة الحبوب. هنكون معكم كمان في قراءة خاصة لبعض الأرقام المتعلقة كمان بملف استثمارات مصر في مجال الطاقة والتحول للطاقة المتجددة، وعندنا كمان إجراءات مهمة متعلقة بالحماية الاجتماعية وغيرها. هنبدأ محاضراتكم بملف رئاسة الجمهورية، والنهاردة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة المعنية طبعا بتطوير قرى الريف المصري. اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كل دول كانوا مجتمعين وكما جاءت تصريحات متحدث باسم رئاسة الجمهورية لتناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة. واطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة، واللي بتشمل تقريبا 1477 قرية وتوابعها وبتضم حوالي 18 مليون مواطن. استعرض فيها كمان خطوات التنفيذ والإجراءات اللي بيتم اتخاذها مراعاة لكل محافظة ووفق ظروف كل محافظة، سواء ما يتعلق بمعدلات الإنجاز، نتكلم في الصرف الصحي، مياه، الكهرباء، الاتصالات، النقل، التعليم، كمان برامج التضامن الاجتماعي، الإسكان، التنمية المحلية، كل ده بيتم مراجعته ومتابعته بشكل لصيق. طبعا فيما يتعلق بقرى القرى المرحلة الأولى اللي هم 1477 قرية. كمان من أهم ما جاء في الاجتماع أنه طبعا ما نتج عن تأثر مشروعات حياة كريمة بسبب طبعا سلاسل الإمداد العالمية وتوابع الأزمة الاقتصادية، ودي كان فرصة للتأكيد على توطين الصناعات والاعتماد على التكنولوجيا المحلية والشراكة كمان والتعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية. خلونا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونشوف كمان أبرز ما جاء في هذا الاجتماع. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات، لا سيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكومية النموذجية والري والزراعة
والتعليم والصحة والشباب والرياضة وبرامج التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية. كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10,000 تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية. طيب، احنا مع حضراتكم طبعا بنتابع، يمكن كل عالم دلوقتي مالوش حديث الا عن الطاقة ومستقبل الطاقة سواء في المنطقة او في العالم، وكمان افاق هذه الطاقة في المستقبل. يعني هل هنظل نعتمد على الطاقة الطبيعية؟ لا، بالتأكيد الطاقة الأحفورية كله بيتجه الآن لمصادر الطاقة المتجددة ومنها مصر. الحقيقة كويس انه مصر بتحصل على إشادات عالمية في هذا القطاع، وقطاع تحديدا الطاقة المتجددة، لأنه مثلا مجلس الوزراء نشر تقرير النهاردة مهم أعدته شركة أبيكورب، ودي واحدة من أكبر الشركات على مستوى الشرق الأوسط، وهي بمثابة بنك إنمائي بيشارك فيه الأقطار العربية اللي طبعا بتتبع منظمة أوبك، وبالتالي عينها دايما على مسارات الطاقة في المنطقة. بتقول إيه بقى الشركة العملاقة دي؟ بتشير إلى وصول قيمة مشروعات الطاقة في مصر سواء المخطط لها أو المشروعات قيد التنفيذ خلال الفترة ما بين 2022 ل 2026، بترصد وصولها لقرابة 100 مليار دولار. كمان بتقول انه القيمة التقديرية لأكبر 10 مشروعات للغاز في مصر الآن، واحنا عندنا توسع كبير في مشروعات الغاز الآن، وصل ل 14 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار لأكبر 10 مشروعات للنفط في مصر. يعني 10 مشروعات للنفط 12 مليار دولار، و10 مشروعات للغاز الطبيعي 14 مليار دولار. لكن كمان ده فيما يتعلق بمصادر الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري وغيره، لكن احنا بتشير كمان إلى نقطة بقى هي الأهم، ما تستهدفه مصر من توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2035. وبالمناسبة ده كمان توجه في القارة الأوروبية، وبالتالي احنا مش متأخرين كثيرا في هذا المجال. وطبعا شاهدنا مشروعات ضخمة وكبيرة، منها طبعا طاقة الرياح ومشروع بنبان للطاقة الشمسية وغيرها من المشروعات الواعدة اللي كنا تابعناها مؤخرا مع حضراتكم، ولسه بنعمل على المزيد. خلونا نستقبل مع حضراتكم المهندس جورج عياد الخبير في شؤون الطاقة. اهلا بك يا فندم، منورنا. مساء الخير حسام، ازاي ما عليك؟ اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا باشمهندس. يعني دلاله الارقام اللي بتشير بيها أبيكورب واهتمامها ايضا بطرح مشروعات الطاقه في مصر ومستقبلها وافاقها، كيف تنظر حضرتك لهذا التقرير ودلالته ايضا لما يخرج من شركه عملاقه بهذا الحال؟ ما انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، بعيد عن ديكور، بعيد عن الحرب الاوكرانيه الروسيه، مصر كانت بتاخد خطوات جامده جدا في موضوع الطاقه المتجدده بالضبط، اللي بتتمثل في الطاقه الشمسيه، طاقه الرياح، في انواع كتير من الطاقه، طاقه الهيدروجين الاخضر دلوقتي متوسع فيه كمان. طبعا، وعندنا الطاقه النوويه دي لسه قدامها شويه، بس دي احدث حاجه اللي مصر ما دخلت لها اشتغلت دلوقتي بالضبط. لكن
حضرتك الطاقه الشمسيه عندنا في اسوان خلصت دلوقتي، في مشروع كبير المان خلصوه في الصحراء الغربيه تقريبا، والمنوط بالمنطقه الصحراويه او الصحراء الغربيه دي هيبقى فيها مشروعات اللي هم بيتكلموا عليها اللي هتزود اوروبا بجزء كبير من الطاقه، اللي هي الطاقه الشمسيه اللي هتنفذ مشروعاتها في الصحراء الغربيه. حضرتك عندك مشاريع لتوحين الهواء او طاقه الرياح زي ما بنقول، في 120 طاحونه هواء او زي ما بنسميها ويند فارم شغاله في المنطقه اللي بين الـ 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 اللي ما بعد ما قبل الغردقه على طول وما بعد الزعفرانه. زعفرانه، لا بعد الزعفرانه ب 100 كيلو، وداخل عليهم الايام دي ال 200 وحده جداد اتطرحوا والناس شغاله عليها، فده معناه ان مصر مركزه على كل خطوات الطاقه وانواعها الطاقه المتجدده. حضرتك هتيجي تتكلم على الغاز، وهو الغاز على فكره بيعتبروه بطريقه او باخرى طاقه متجدده. ليه؟ لان هو من الاستهلاك الاخضر للطاقه هو الغاز. لكن هو بينضب، ولكن هو بينضب يعني ليك احتياطي منه في نهايه الامر. عندنا احتياطي كبير منه، وجزء لما قال لك 14 مليار دولار اعتقد وزاره البترول، وهي الوزاره ثقيله وعامله شغل جبار، اعتقد ان استثماراتها في الاربع سنين اللي جايين اكثر من 14 مليار، ده بكثير جدا. لان الاتحاد الاوروبي زيارته او المفوضيه الاوروبيه في زياراتها لمصر المستمره هي عاوزه بطريقه او باخرى تضمن حصه ثابته في السنين الجايه طالعه من مصر. ومصر هي هتبقى دوله رائده، هي دوله اقليميه في مجال التصنيع وتجاره واستخراج الغاز. فمصر رايحه للطاقه من قبل ما يحدث الاحداث العالميه او الحرب القايمه، لكن مصر جايه. هي المشكله ان احنا الوقت اتسحب معانا وبنجري في كذا اتجاه. الطاقه المتجدده هي طاقه، هي مشاريع طويله شويه، يعني الطاقه الشمسيه بتاخد وقت، الطاقه المتجدده من التوحين الهواء واخده وقت. حضرتك دلوقتي في قرار طالع وفي مشروع طالع بتزويد اسطح اسقف العمارات والابنيه كلها في العاصمه الاداريه كلها بالطاقه الشمسيه، فانت بتنقل المعمار كله، بتنقل طريقه استهلاك المصري من الطاقه المتجدده، هتبقى بتعتمد على الطاقه الشمسيه، فمش هتعتمد كتير على باقي الطاقات. فمصر بتوزع اقليميا ومحليا كل موارد الطاقه اللي عندها، اذا كانت شمسيه، اذا كانت ريح، اذا كانت غاز. فانا مش عاوز اقف عند ال 100 مليار ان انا اخدها عندي وتعالى حاسبني بعد كده على 2024، احنا هنعدي ال 100 مليار دول في مرتين ثلاثه مستريحين. هيعود بقى على المصري ان هو هتخش عنده استثمارات عاليه جدا، ايد عامله كتير هتشتغل، بجانب تغيير رؤيه المصري في استهلاك بقى استخدام البديل للبنزين والديزل او السولار، بانك تستهلك غاز اكتر، بانك تستوعب الطاقه الشمسيه في بيتك اكتر. فالمنتاليتي اللي بتتغير أو بتغير في مفهوم الانسان المصري بعدم اعتماده فقط على الطاقه التقليديه. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا مهندس جورج عياد خبير في شؤون الطاقة، شكرا جزيلا. خلونا نروح لمحور مهم جدا لأنه متعلق كمان بأزمة الطاقة العالمية، وطبعا كنا عرضنا عليكم قبل كده إزاي في ألمانيا كان في تحذيرات وبرضو كانوا بيدعوا المواطنين أنهم يلتزموا بوقت معين حتى للشاور عشان موضوع التدفئة وكده، لانه كان وزير الماليه اطلق تحذير انه طبعا مع دخولنا لفصل الشتاء كمان فالناس محتاجه ان هي ما تقعدش كتير تحت الشاور. امبارح كمان شفنا خبر يمكن مماثل في الدول الاوروبيه في فرنسا تحديدا، والخبر كان متعلق بانه توزيع على كل المحلات في فرنسا بانه ما يتمش اغلاق او لازم يتم اغلاق الابواب اثناء فتح التكييفات
عشان طبعا الطاقة ما تتسربش بره، وبالتالي تزيد من تكلفة الاستهلاك وتزيد من كمان الضغط على المكان. فطبعا بيدعو كل المحلات في أوروبا لترشيد الاستهلاك بشكل كبير جدا وعدم فتح الأبواب المحلات أثناء التكييفات، وطبعا المحافظة كمان على درجة حرارة المكان وتوفير الطاقة وغيره. وزي ما قلنا لكم كمان ألمانيا بتعمل نفس الانتهاجات، بريطانيا كمان بتتجه لبعض الإجراءات التقشفية فيما يتعلق بالطاقة، وكل دلوقتي بيدور على منافذ أخرى لتمويل الغاز الروسي. طيب معانا على التليفون دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أيوة، شايف إزاي كآخر أصداء أزمة الطاقة في أوروبا، وإحنا سامعين يعني امبارح أهو فرنسا بتحذر محلات لازم تقفلوا الأبواب، وقبليها كنا نشوف ألمانيا برضو أطلقت نفس التحذيرات فيما يتعلق بوقت اللي بتمضيه في حضرتك في طبعا الشاور أو كده، بريطانيا كمان عندها نفس القصة دلوقتي فيما يتعلق بالشركات، كمان وزعت عليها بعض النصائح والإرشادات فيما يتعلق بخفض استخدام الطاقة. يعني إلى أي مدى ممكن أن نرى يعني شتاء صعب على أوروبا؟ في الحقيقة الفترة القادمة ربما تشهد يعني مزيد من الإجراءات التقشفية لدى المواطن الأوروبي، خصوصا ما أعلنته اليوم روسيا. روسيا أعلنت اليوم أنها سوف تخفض كمية الغاز التي سوف يعني تذهب إلى أوروبا في خط نورد ستريم 1. معروف أن أوروبا بتحصل على أكبر كمية من الغاز، 40% من الغاز من روسيا، وكان تأتي هذه الكمية تحديدا من خطين، خط غاز نورد ستريم 1 وخط يامال. خط يامال الآن بيعمل يعني بغالبية طاقته حوالي 35 ألف متر مربع في السنة، في حين خط نورد ستريم كان في 2021 نقل حوالي 55 مليار متر مكعب من الغاز. النهاردة هناك في مشاكل فنية كما تقول روسيا، أن بعض الصمامات التي يتم صيانتها في كندا، يفترض أن يكون هناك 6 صمامات للعمل على خط نورد ستريم 1. الآن 5 صمامات بالفعل هي لا تعمل كما تقول روسيا، وصمام واحد تم استرجاعه من كندا بعد صيانته، وبالتالي تراجعت كمية الغاز التي تذهب في خط نورد ستريم 1 من حوالي 55 مليار متر مكعب سنويا، هتصل إلى حوالي 11 مليار فقط إذا ما استمرت الوتيرة الحالية بنهاية عام 2022. هذا بشكل ضغط كبير جدا على المخزونات الأوروبية، وبالتالي دفع كل هذا المفوضية الأوروبية امبارح لاتخاذ قرار في غاية الأهمية، وهو الالتزام بتخفيض أو التقليل من استهلاك الغاز بنسبة 15%. لكن غالبية الدول 27 اللي بتشكل دول الاتحاد الأوروبي لديها اعتراضات حول مبدأ مهم فيما يتعلق بهذه القضية. هما من حيث المبدأ بيقبلوا فكرة التقليل أو التوفير في استخدام الغاز، لكن من حيث الإلزامية غالبية الدول في مقدمتها دول زي أسبانيا وزي فرنسا بتعترض على فكرة الإلزامية، لأن هذا الأمر سوف يكون له تداعيات خطيرة على مسارات أخرى. الموضوع لا يتعلق بالشاور أو حتى بالتكييف أو بهذه الأمور ربما التي ينظر إليها البعض باعتبارها أمور بسيطة، لكن يتعلق بأمور تتعلق طبعا ولسه كمان احنا داخلين على فصل الشتاء وبقى فكرة التدفئة وكده، فطبعا الناس بتتوقع شتاء صعب على أوروبا. أنا بشكرك دكتور أيمن سمير الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. نروح محرككم لفاصل ونرجع نكمل. خير وأهلا بحضراتكم مرة تانية، لسه مستمرين معاكم في 90 دقيقة، وهنروح لموضوع لطيف جدا 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 خاصة من المحبين لمشاهدة ومتابعة الظواهر الفلكية. المتخصصين وهواة الفلك على موعد امبارح والنهاردة مع ظاهرة ما بتحصلش كتير، وهي اقتران القمر مع كوكب الزهرة. كوكب الزهرة معروف ان هو كمان ألمع كواكب المجموعة الشمسية وأكثرها تلألؤا، فطبعا محبيه او اللي بيحبوا دايما يرصدوا
الظواهر الفلكية هيقدروا ان هو يتابعوا ويشوفوا ده بالعين المجردة، هتقدروا تشوفوه في السماء. وبالمصادفة احنا كنا يمكن الفترة اللي فاتت في مصر شفنا اكتر من ظاهرة فلكية متعلقة بالقمر، كان في سوبر فول مون، وكمان كان في السوبر بلادي فول مون، والأحمر القمر كان في أكبر اتساع ليه ويمكن رؤيته في الشرق الأوسط مؤخرا، شفناه في مصر. وبعد كده الشهر اللي بعده كان القمر الأحمر الوردي، وقدرنا أن احنا برضو نشوف ده ونتابعه في مصر. هل بقى هنقدر نشوف ده كمان ونعمل إيه عشان تقدر حضرتك تاخد بالك منه؟ هيظهر إمتى؟ لأنه كمان هيكون ليه تبعات مع كمان شروق الشمس ومع ظهور ظاهرة الشفق. فخلونا نرحب بالدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية. أهلا بك يا فندم، منورنا. أهلا بك يا فندم، ومساء الخير على كل المشاهدين. أهلا بحضرتك. أنا سعيد وشاكر ليكم أن أنتم تطرحوا الموضوعات الشيقة دي على المجتمع كنوع من التثقيف ورفع الوعي. طبعا بالظاهر دي حقيقة حاجة. وإحنا كمان متهيألي في الفترة الأخيرة شفنا ظواهر نادرة متعلقة كمان بالقمر، وحضرتك صحح لي، يعني شفنا السوبر فول مون والسوبر بلادي فول مون الأحمر، صح كده؟ بالفعل كده يا فندم. وده برضو كان نتيجة بوز التواصل ما بين معهد بين حضرتك وكل الوسائل الإعلامية لأكثر من سبب إن احنا نوصل معلومة صحيحة للمجتمع، نشجع هواة الظواهر الفلكية والأرصاد الفلكية إن هم يستمتعوا بالمعلومات دي، والأهم من كده إن احنا يعني نقلل من انتشار الشائعات اللي بتنتشر أحيانا على مواقع التواصل زي عاصفة كهرومغناطيسية تدمر الأرض واصطدام كواكب عملاق وإلى آخره من معلومات غير صحيحة. يعني بالضبط نفهم بقى منك المعلومات الصحيحة. إيه الظاهرة اللي احنا على وشك متابعتها، أو هي بدأت بالفعل ولا احنا شايفين صور؟ أهو بالفعل اقتران القمر مع الزهرة كان امبارح، ده أقرب يعني مسافة بينهم، لأن الاقتران ده ظاهري، القمر ليه مدار والزهرة ليه مدارها ومسافات يعني آلاف الأميال ما بينهم. لكن احنا دايما بنقول أشهر الصيف دايما بتبقى صفحة سماء جميلة، مفيش سحب مفيش غيوم، الحاجات اللي هي موجودة في الشتاء الناس ما فيش بقى جامعات ولا مدارس والناس فاضيه وسهرانه، الفرصه بتبقى يعني مواتيه جدا للاستمتاع بصفحه السماء. خاصه دايما اشهر الصيف اللي يوليو واغسطس بتكون فيها اقتران الاجرام السماويه عددهم او معظمه مع القمر. احنا في خلال الشهر ده يعني بدانا يمكن من يوم 11 يوليو كان عندنا اقترانات يمكن على رأسها القمر مع المشتري والقمر مع المريخ والقمر مع زحل، برضو كان يوم 15 وكان بس ما بانوش قوي دول في السماء، صح؟ ما بانوش بالنسبة لنا احنا كمواطنين عنيين بنشوف بالعين المجردة. فضلت الزهرة لارتباطه بقى بالجمال وحد كده، فعلا الناس بتبقى مهتمة ليه. لكن يوم 21 كان القمر مع المريخ، ده طبعا النجم الكوكب الأحمر وأهميته لينا وبرامج الفضاء الحالية اللي مركزة عليه وجود حياة آدمية عليه من عدمه، وكلهم يعني ظواهر بتتشاف بالعين، واللي معاه يعني كاميرا معظمة صغيرة أو تلسكوب صغير يقدر يستمتع بتفاصيل أكتر، وخاصة إن هي النصف الثاني من الليل بتنتهي مع شروق الشمس وغروب القمر أو الهلال. يمكن هيبقى في ظاهرة يعني كويسة جدا برضه لمتابعي الظواهر الفلكية، بكرة وبعد بكرة عندنا زخات شهب دلتويات، ودي برضو بتكون يعني رؤيتها بالعين المجردة جميلة جدا. ايه يا فندم معلش عفوا اللي ايه؟ زخات شهب دلتويات. زخات شهب، الله، جميل جدا. جميلة جدا. نشوفها امتى بقى؟ دي من يعني من بدأ من الساعة 10 كده لحد قبل الفجر. دي اللي هي الشوتينج ستارز، صح كده انا فاهم صح؟ بالظبط كده. جميل. بالزبط. جميل جدا. طب القمر مع الزهره نقدر نشوفه احسن وقت امتى؟ هل مع شروق الشمس ولا مع الوسق مع الغسق ولا الشفق؟ افضل وقت كان امبارح، النهارده ما زال موجودين في الافق، بيبان بقى يعني النص الثاني من الليل لحد شروق الشمس، لانه في الجهه الغربيه يعني مع غروب القمر. جميل. النهارده ما زلنا متاح ان احنا نتابعه، بس المسافه ما بين القمر والزهرة قبل الفجر كده بشوية،
بالظبط كده. نتفرج بقى. يمكن يوم يوم 29 هيبقى عندنا اقتران القمر مع عطارد. لكن طبعا عطارد ملوش اهتمام الزهرة ولا الزهرة. لانه مش لامع قوي صح؟ بالظبط كده. لكن زخات الشهب حاجة جميلة. بالمناسبة احنا فاتحين ابواب المرصد للجمهور. والله؟ يشارك. بالظبط يعني. بس هو مرصد القطامية مش مرصد حلوان. مرصد حلوان. بالفعل يعني جمهور تواصلوا من خلال الموقع المعهد والواتساب. وفي يعني جمهور غفير هيكون موجود ومشارك. جميل جدا. في مرصد حلوان. في مرصد القطامية الفلكي على كيلو 60 طريق العين السخنة. مرصد القطامية. بالظبط كده. هنحاول نعمل لها لايف ستريمنج على صفحه المعهد. يا ريت. يا ريت يبقى في ايفنتس بقى بعد كده كمان على السوشيال ميديا نقدر نحضر. بالظبط كده. يا ريت تعملوا لنا اللايف ستريمنج ده يبقى جميل. الفلك من شائعات كثيره لكن زي ما بقول لحضرتك مهم جدا ان احنا نتواصل مع كل الوسائل الاعلاميه لتوضيح الصوره ونزود الثقافه العلميه لدى المجتمع المصري. جميل جدا. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور جاد القاضي رئيس معهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيائيه. النهارده قبل الفجر اللي حابب يشوف منظر بديع اقتران القمر مع كوكب الزهره الاكثر لمعانا زي ما شفتوا الصور دي احنا لقطناها كده لكن طبعا هتقدروا تشوفوه بالعينين المجرده وبشكل واضح وجميل. طيب نروح لملف اخر هو ملف كورونا. الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان قال انه متوقع انه يكون هناك جرعة 5 من لقاح كورونا اذا استمرت الاصابات في تزايد وهو ما يعني ان الوباء لم يصبح وباء موسمي بعد. كمان اوضح الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان انه ادوية البروتوكول العلاجي لكورونا ومتحوراته متوفرة في جميع المستشفيات وكمان بتصرف مجانا. كمان بيتابع انه بيتم تحديث البروتوكول العلاجي في نسخته 7 خلال ساعات وبيضاف ادوية كمان جديدة. احنا معنا الدكتور امجد الحداد استشاري المناعة والحساسية بالمصل واللقاح. اهلا بيك يا فندم منورنا. اهلا بيك واهلا بالسادة المشاهدين. يعني احنا كنا سمعنا انه خلاص احنا على ابواب تحول كورونا لوباء موسمي يبقى عامل زي الانفلونزا كده او غيرها من الامراض الموسميه لكن واضح ان احنا افق لهذه التصريحات لسه مش هنصل لهذه المرحله الان. ليه بقى؟ طيب ليه مع كل حملات التطعيم في العالم دي يعني هل كورونا سينتهي كفيروس ولا سينتهي كوباء؟ مفيش وباء بيفضل موجود لازم ينتهي أي وباء ولكن بيفضل الفيروس بصورة ما ضعيفة بنتعايش بيها وبيبقى يكون ليها إمتى ينتهي الوباء عندما يكون له دواء ولقاح. إذا وجد الدواء واللقاح انتهى الوباء. طب إحنا اللقاح هو طب ما الدواء واللقاح موجودين والعالم كله هو بيتلقح. طيب ما أنا إحنا العالم ابتدى يتلقح. أنت هل تشعر أن هذه الموجة الستة اللي إحنا بنواجهها مثل الموجات السابقة في وفياتها؟ لا طبعا عالميا. هذه موجة كمان مرتفعة يعني كنا مرتفعة في إصابتها لأن احنا قلنا هو الفيروس لن يختفي ولكن بص كده لحدة الأدوار. بص كده نسب الوفيات العالمية اللي قلت بنسبة كبيرة جدا جدا. وباء يعني وفيات. فعليا الوباء لم ينتهي لأن لسه في وفيات ولكنها أقل بكثير جدا. بمعنى أن الوباء في سبيله إلى الانتهاء كوباء كجائحة ولكن كفيروس موجود. كورونا لن ينتهي كفيروس سيظل موجود ولكنه في صورة ضعيفة. الانفلونزا هل تنتهي الانفلونزا؟ الانفلونزا موجودة. هل ينتهي فيروسات التنفسية البرد؟ موجودة ولكنها بتكون بأقل قوة أقل حدة ليست في صورة جائحية وبائية تنتشر مميتة مثل الموجات اللي قبل كده. طب ده إيه السبب؟ أولا بفضل منظومة اللقاحات ودي اللي ساعدت بنسبة كبيرة جدا في إضعاف الفيروس لتحوره وجعل تحوره إلى الأضعف. طب ليه منظومة اللقاحات دي لم تقضي عليه تماما؟ لأن طبيعة الفيروسات التنفسية من صفاتها التحور والمناعة التي تعطيها اللقاحات ضد اللقاحات التنفسية زي تطعيم الإنفلونزا لا يعطي مناعة أبدية فبالتالي يحتاج الشخص إلى جرعات تنشيطية وتعزيزية باستمرار. وده الناس اللي مش متخيلها بتقول طب أنا خدت اللقاح ليه بيجي لي كورونا؟ يا جماعة اللقاحات التنفسية الفيروسية لا تعطي مناعة أبدية
زي الانفلونزا، وبالتالي بتحتاج زي ما بتاخد الانفلونزا كل سنه بتحتاج لجرعات تعزيزيه باستمرار. طب ليه الجرعات المره دي متقاربه؟ لان الوباء لا ينتهي، فبتحتاج لتعزيز مناعه بجرعات اكتر شويه، ولكن عالميا حده الوباء اقل، نشاطه اقل، انتشاره اجديد ولكن حدته وفياته اقل. ان كان بيصيب الرئه اقل دلوقتي، بيصيب الرئه بصوره اقل، بيصيب الجهاز التنفسي العلوي اكتر. وحتى كل مره بيصيبك اصل انا جالي 3 مرات، فانا بقت خبره بقى يا دكتور. فكل مره بيبقى اضعف من اللي قبليها بالفعل. بس مع اشكال مختلفه، يعني بياخد اعراض يمكن مختلفه شويه على حسب المتحور بقى. بالفعل. وبالتالي منظمه اللقاح لحد دلوقتي ناجحه في اضعاف الفيروس. طيب هل بس كده؟ لا، احنا بقى في دلوقتي علاج المولونوبرافير، ده اللي بتوفره وموجود في الشلال، وده هو ده علاج مضاد للفيروس كورونا، مضاد فيروسي. ما ده غالي شويه ده صح؟ لحد دلوقتي بس الدوله بتصرفه بالمجان في مستشفيات وزاره الصحه. ماشي، مجانا مجانا مجانا، المريض ما بيدفعش فلوس. طب بس ده بيتصرف عادي من روشته ولا لازم بروشته؟ داخل مستشفيات وزارة الصحة بتصرف مجانا. لكن في الصيدليات ممكن تشتريه عادي ولا لازم بروشته؟ لا، اي ادويه مضادات فيروسات في كورونا لازم بروشته طبيه. مفهوم. لان هو انا بنصح المريض ان هو كمان بالظبط ما يلجاش لدماغه. مفهوم. فبالتالي احنا عندنا الحاجتين، عندنا اللقاح وعندنا الدواء، فبالتالي لازم هيبقى يكون في نهايه للجائحه، والموضوع مساله وقت. نهايه للجائحه وليس نهايه للفيروس. الفيروس هيجي لنا بس هناخد له دواء، هناخد له لقاح يخفف من حدته واعراضه، وناخد له دواء اذا اصبنا به، فبالتالي الموضوع سينتهي كجائحه، كوباء يحصد الارواح مثل ما حدث في الموجه الاولى والثانيه. وشفنا طبعا كل من فقد عزيز وغالي الحمد لله في هذه الموجه الاوضاع اقل. بنسبة كبيرة جدا. طب احنا كنا طيب عادي على السوشيال ميديا، فلان مات مات مات، اعتقد الموجه دي رغم الحمد لله يا رب لا يرجعها، لان وفياتها الحمد لله اقل بكتير. ولكن ما زال البعض بيعاني من متلازمات ما بعد كورونا. والله انا حتى بعد لسه اخر موجه او اخر لسه لغايه الان يعني معدتي غير مستقره وبطني غير مستقره، فدي في لسه الفكره بتاعت متلازمه ما بعد كورونا دي محيره برضو العلماء، لانها بتاخد اشكال وانماط مختلفه. ايه راي حضرتك في هذه القصه ايضا؟ طب يعني نشرح للناس يعني ايه متلازمه. ان انت بعد ما تخف من كورونا يجي لك اعراض غريبه. قد تكون اعراض مناعيه زي ناس يجي لها الام في العظام، وجع في العضلات، الام في الصدر. تكون مشاكل تنفسيه زي التلف الرئوي، ناس يجي لها بينهج مع اقل مجهود، قد يكون تعرق، قد يكون صداع، قد يكون فقدان حاسه الشم والتذوق، قد يكون طفح جلدي، قد يكون نسيان وحاله من الذاكره المشوشه او الضبابيه. على حسب جهازك المناعي. واحيانا تاثير نفسي كمان، يعني وفعلا بتعمل حاجه ما يسمى بالسحابه الدماغيه. بالفعل او ضبابيه الدماغ. الضبابيه بالظبط. ايوه صح. طب يعني ايه بقى متلازمه؟ ان انت اثناء جهازك المناعي تعرض لفيروس مستجد، اثناء الهجوم الشديد عليه للقضاء عليه بيحصل نوع من ايه او بنسميها العاصفه المناعيه الشديده. العاصفه المناعيه دي اثناء مهاجمتها للفيروس بتهاجم اجزاء من جسمك وتحدث لك بعض المضاعفات اللي هي قد تكون قصيره الامد او طويله الامد او لا تحدث في بعض الافراد. يعني المتلازمه دي مش شرط تيجي للناس كلها. حتى العلماء حتى الان مختلفين في نسبها، هل هي 30% من الحالات ام لا، ولكنها بالفعل بنشوفها وبنراها. طب ايه برضو اللي يخلي الاثار المتلازمه دي تقل؟ برضو اللقاحات. منظمه اللقاحات بتقلل من هذه المتلازمه وحدتها ونسبتها والدخول فيها، ولكن احنا بالفعل بنشوفها. عشان كده بقول للناس الاصابه مش مجرد اصابه، الاصابه ممكن تتعافى منها بسهوله، ولكن قد تعاني من متلازمه ما بعد كورونا، سواء كان اثار طويله الامد او قصيره الامد تتلاشى بسهوله. جميل جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد استشاري المناعه والحساسيه، شكرا جزيلا. وما زال كورونا لن يتحول لمرض موسمي، خلينا نقول هيظل موجود معانا لسه الإجراءات، ومحتاجين نزود في التطعيم والتوسع الصعيد العالمي في التطعيم، وكل ما نتوسع أكتر وناخد جرعات تعزية كل ما نساهم بشكل أسرع في أنه يتحول زي الإنفلونزا كده لشيء موسمي، ولكنه لسه بيضرب وبيضرب أحيانا بقوة كمان طبعا مع اختلاف وتعدد المتحورات. هنروح لخبر مهم، خبر مهم جدا حقيقة، وطبعا وسائل الإعلام كله بتتناقله الآن، هيكون تداعيات على المستوى العالمي وعلى المستوى المحلي، الجميع سيتأثر بهذا الإعلان، وهو أن البنك الفيدرالي الأمريكي
قرر يرفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي هذا العام. طبعا قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع السعر تقريبا ب 75 نقطة أو ب 0.75 أو يعني 0.75% للمرة الرابعة أو تقريبا نقدر نقول نسميها 75 نقطة، وده للمرة الرابعة على التوالي بعد وصول معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته في أمريكا في أكثر من 40 عام، وصل تقريبا عند مستوى 9.1%، وده رقم كبير جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. طبعا رفع الاحتياطي عشان يقدروا يمتصوا السيولة من الأسواق وبالتالي يقل التضخم، خاصة مع زي ما حضرتك شايفين سلاسل الإمدادات ضعيفة في العالم وبتعاني من مشكلات. ده أيضا بنقرنه بتقرير صندوق النقد الدولي اللي صدر بالأمس تحت مسمى أفاق، واللي بيتوقع أو بدأ بالفعل إن هو يشير إلى انخفاض معدلات النمو العالمي، وبعد ما كان متوقع إن هي تعدي 5% بتتراجع دلوقتي الآن، ومع توقعات بتراجعها إلى 2.5% في العام القادم. وطبعا 2.5% ده يعني احنا معناها على ابواب ركود اقتصادي عالمي. طبعا من مبكر دلوقتي التكهن بانه كل دلوقتي الحديث عن التكهن يعني على الخطط قصيره الامد، فنقدر نتوقع في الشهرين 3-6 شهور بالكتير، لكن ما حدش عارف بعد سنه رايحين فين او كده، لكنه التوقعات العالميه بتشير الى اتجاه عالمي للانكماش والركود عالميا. وبالفعل دي أصبحت أسوأ كارثة اقتصادية منذ عام 1945 اللي هو نهاية الحرب العالمية الثانية. طبعا هنشوف في الداخل كمان التحركات هتبقى عاملة ازاي، طبعا بالشرط يحصل اقتران وارتفاع سعر الفائدة، هنشوف البنك المركزي هيقول ايه والفترة الجاية هتكون عاملة ازاي. نرجع بقى لكورونا مرة أخرى، وده تحذير مهم لأن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة الأستاذ عادل المصري بتحذر من التهاون في اتخاذ واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة كورونا، طبعا في ظل تصاعد الإصابات وحركة شايفين الموجة السادسة موجة برضو مش قليلة وبدأت تصيب أعداد كبيرة من الناس. كله طبعا بيقول لك برد مروحة ومش برد مروحة، لا هو مش برد المروحة، هي كورونا ولكن بأشكال وبأنماط أخرى. فمرة أخرى هو غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بتحذر من ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية ولبس الكمامة داخل المطاعم والمنشآت السياحية حفظا على طبعا أرواحكم وعلى صحتكم. احنا معنا الأستاذ عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أهلا بك يا فندم منورنا. المشاهدين هنرجع بقى نلبس كمامة تانية يا أستاذ عادل ولا إيه؟ والله إحنا مش عايزين ننسى الكورونا اللي كانت موجودة ونتساهل ونرجع زي الأول بعد كده. يعني إحنا بنذكر بالتحذيرات اللي كانت موجودة، وزي ما إحنا شايفين في أوروبا العملية منتشرة وبالأرقام بتصل إلى الألفات، فإحنا الحمد لله ربنا أكرمنا وما عندناش حالات كتيرة، ما عندناش حالات منتشرة وما عندناش حالات قوية، لكن إحنا بنذكر النظافة الشخصية. يعني النظافة الشخصية دي لازم تبقى عندنا سواء في كورونا أو ما فيش كورونا. الأقل المينيمم بتاع الإجراءات الاعتراضية نعملها، ما فيش داعي يعني النهاردة أما نبقى جايين 4-5 في عربية واحدة وقاعدين مع بعض على نفس المنضدة ما فيش مشكلة، بنقل عشان نقدر ناكل نشرب. قابلت حد جديد عليا مش هلبس الكمامة طبعا، إنما أحط إيدي على مناخيري وبقي بالصفة عشان أولا أحمي اللي أنا بكلمه وأنا كمان يبقى حماية لي اللي أنا بتكلم عليه، قد يجوز يكون هو حامل من المرض وهو مش عارف أو ما ظهرتش عليه
او انا اكون ما ظهرتش عليا، فحفاظا علينا احنا الاثنين ما فيش مانع ان احنا ما نقربش قوي من بعض، فنحط ايدنا كده للحمايه. وكمان برضو يعني محتاجين يعني نشدد كمان بقى على المطاعم نفسها الاجراءات السلامه والاحتراز والمطبخ وغيره، خاصة بقى بيقول حضرتك كورونا الجديدة دي، وأنا خدت منها يعني الموجة الأخيرة دي بتصيب في المعدة والبطن. بالظبط. الحمد لله إنها ما بتنزلش على الجهاز التنفسي وما بتوصلش إلى المستشفيات، بس برضه لازم ناخد حذرنا، وتبقى دي عادة عندنا على طول، سواء نظافة المطابخ، نظافة الأطعمة، النظافة الشخصية للأولاد، تبقى حاجة عندنا للمستقبل مش بس للجائحة اللي احنا فيها. وربنا يسلم علينا جميعا. أشكرك يا فندم أستاذ عادل مصر، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. خلينا نروح بحضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معكم في 90 دقيقة. في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني، خاصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال، نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة. Parce qu'il n'avait que du matériel qu'il pouvait utiliser, des imprimantes, des très grosses, dans c'était de l'industrie, hein, des imprimeries traditionnelles pour réaliser des faux documents. C'est ce qui explique finalement l'augmentation de ce phénomène de fraude documentaire, de fraude dans l'identité. Good one. That's false. No, it's not the same. This one doesn't exist. على مدار أيام الدورات الأربعة قام الخبراء من الجانبين الفرنسي والأمريكي بتعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلاً عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها، بما يؤهلهم للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً. Il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires avec des faux documents, des fausses fiches de salaire, qui alimentent ces comptes, qui demandent des crédits et qui disparaissent dans la nature comme ça au bout d'un certain. وقد أشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبية، والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع تطور التكنولوجيا. وتأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية المتطورة التي تخللتها في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني، والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لصقل مهاراتهم الأمنية، ليتمكنوا من أداء رسالتهم الأمنية مستقبلاً بكفاءة وفاعلية. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وهنروح معكم لخبر مهم والحقيقة كمان لطيف، وأنه أخيرا بدأنا نواجه تحسن كبير قوي في هذا الملف، وهو ملف حوادث الطرق. طبعا ده نتيجة لجهود كبيرة مبذولة طبعا في قطاع النقل وقطاع الطرق وكمان ضبط المرور، وبالتالي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيقول أنه عدد الإصابات فيما يتعلق بحوادث الطرق سنة 2021 سجلت انخفاض وصل تقريبا لحوالي 9.3%، يعني نقول 9.5% عن سنة 2020. يعني مثلا سجلنا تقريبا في 2021، عشان برضو حضراتكم عارفين بالأرقام،
كانت في 2020 56,700 حادثة، في 2021 51,500 حادثة، والأرقام كمان بتوقع أن هي تفضل تقل معانا. أعلى المحافظات اللي سجلت عدد إصابات كانت الدقهلية، وأقل عدد إصابات بلغ في محافظة الأقصر 102 إصابة تقريبا فقط، برضو معلومات مهمة نعرفها. أما أعلى شهور السنة في عدد الإصابات فهو شهر يوليو، وأعتقد ممكن يكون ده مرتبط بشكل رئيسي بأنه الحركة على الطرق السريعة بتزداد قوي طبعا مع بداية الصيف والانتقالات، وأحيانا بيبقى فيه رعونة كمان، تبقى فيه حركة كبيرة على الطرق السريعة. بس خلونا نعمل قراءة كده ونشوف رأي المتخصصين مع الدكتور عماد نبيل استشاري النقل والطرق. أهلا بك يا فندم، منورنا. يعني بنشوف تقرير جهاز مركزي للمحاسبات وواضح ان احنا بدانا نقل اهو في معدل حوادث الطرق، قراءه حضرتك ايه لهذا التقرير وايه اسباب اللي دفعتنا ان احنا نبدا نقل شويه في المعدل؟ طبعا هو التقرير قراءه ممتازه ولكن وراها جهد كبير، عايزين نقول يعني هو منذ انشاء او البدء في المشروع القومي للطرق من سنه 2014 الى الان احنا بنتكلم على انخفاض اجمالا في نسبة الحوادث قبل بداية المشروع القومي للطرق بنسبة 44%. وبنتكلم على يعني بعد التقرير الجديد كمان ما يعني وضح انه حتى نسب الاصابات بقت اقل، فبتوصل نسبة الاصابات وغيرها للوفر فيها الى 50%. طب يعني ايه ان الحوادث 44 والاصابات 50%؟ دي معناها تحسن خدمات ما بعد حدوث الحادثة لا قدر الله، لانه طبعا النهارده التوجيهات الرئاسيه كلها بتقول انه لازم نعمل في كل الطرق الجديده انها تبقى فيها رؤيه واضحه، ان تبقى كل المواصفات بتاعتها مواصفات دوليه، انه بعد اثناء الانشاء يتم عمل محطات للخدمات، والخدمات دي على فكره ما هياش مجرد محطه علشان مجرد تشتري حاجات او تشرب بتاع، لكن هي مهمه جدا. ممكن تبقى نقط اسعاف مثلا، وزاره الصحه مزوده الحقيقه بقى لها فتره نقط اسعاف على الطرق 25 الى 50 كيلو بالتبادل، فبالتالي انت عندك محطات للاستراحات، والاستراحات مهمه جدا على فكره في سلامه الذهنيه والعقليه للقائد حتى لا ينام اثناء القياده. عند حضرتك محطات الاسعاف والاسعافات الاوليه ومستشفيات اليوم الواحد، واللي موجوده مرتبطه بشكل كبير مع تطور طبعا الخدمات الصحيه بصفه عامه في المحافظه. وغير الرقابه بقى، الرقابه المروريه نفسها سواء طريق مراقب بالكاميرات والرادار ايضا. احنا عندنا طبعا اللي هو النظام بتاع الاي تي اس او الانترنال ترافيك سيستم اللي جاري تطبيقه وتم تطبيقه بالفعل في 6 طرق كبيره. حاليا جاري تركيبه في الطريق الدائري حول القاهره، وهيتعد مع ذلك طبعا كل الطرق المصريه اللي النهارده ما بقتش بتعتمد على كمين ثابت او متحرك، ولكن هي بتعتمد على مراقبه طول الوقت للسيارات، وده بيساعد جدا في خدمات ما بعد الحادثه، لان لو حصل اي مشكله لا قدر الله في الطريق مباشره بيتم رصدها والابلاغ عنها اوتوماتيكيا دون الحاجه ان حد يبلغ عنها حتى بالتليفون او غيره او خدمات الاسعافات او خدمات الطوارئ. الحاجات دي كلها طبعا بتفرق كتير جدا في مستوى مصر، والنهارده دوليا مصر كانت محطوطه في الريد زون او صح. الأحمر، وكان بتكتب تعليمات للسياح بعدم القيادة على الطرق المصرية. زمان بعد المشروع القومي للطرق في سنة 2017 انتقلنا للون الأخضر. اللون الأخضر ده معناها أنه قيادة آمنة. لما بنطلع على ألوان فوق الأخضر اللي هي البنفسج أو غيره، دي معناها أن الطرق بحالة جيدة وتحقق الهدف وتقدر تسوق فيها بأمان وسلامة، وده دلوقتي تقريبا اللون اللي عليه الطرق المصرية. فإذا احنا اللي هو اللون الايه اللي يعني زي بيربل او البنفسجي، فده يعتبر لون يعني مختلف طبعا بيضيف الى الطرق المصرية، وده زي ما حضرتك عارف انه بيساعد في المؤشرات بتاعه الطرق المصرية. كنا طبعا بنسمع كل شويه ان الطرق المصرية تقدمت من ان هي كانت رقم 128 على العالم، انها اصبحت رقم 118 بقت 28. يعني تقدمت 90 مركز، ما 90 مركز دول اهم على فكره فاكتور فيهم على الاطلاق هو السلامه والامان على الطرق. وكمان في طرق تم توسيعها وطرق بقت مزدوجه وطرق تانية بقت بديله،
يعني كمان يعني عايز اربط ده كمان لو حضرتك تشرح لي يعني اشمعنى شهر 7 هو الاعلى في الاصابات؟ انا ربطتها بفكره المصايف بقى والناس بتحب يبقى في حركه على الطرق السريعه اكتر. هو يعني بيقولوا اعلى الشهور 7 واقلها ديسمبر. غريبه شويه. هرد على حضرتك بس علق الاول على الجزء الاول حضرتك تفضلت بيه مشكورا، وهو موضوع انه الطرق والتوسعه هي اهم من ده كله. كمان اللي حصل في مشروع القوام للطرق هو خلق الفري واي او الطرق الحره. أيوة. انه التقاطعات حضرتك لو تفتكر زمان وانت بتسوق العربيه على اي طريق زراعي اي طريق صحراوي دايما تقاطعات مباشره موجوده. صح. ودي بتعرض لخطر كبير. زي الطريق الساحلي الدولي دلوقتي وطريق مصر اسكندريه لما اتغيروا واصبحوا بالشكل ده يعني برضو قللت الحوادث بشكل كبير جدا. اي فندم اليوترنات العلويه بدل ما كنت بتلف سطحي من الوهج. صح. بنتكلم كمان على اليوترنز والحاجات دي كانت بتعمل مشاكل كبيره. فصل النقل عن الملاكي. انت دايما برضو طبقا لمعهد الاحصاء النهارده احنا بنتكلم على ان اكبر نسبه مشاركه للحوادث كانت بتحصل دايما ما بين العربيات النقل وعربيات الملاكي. فمساحه التعرض ما بين السيارتين دول او ما بين نوعين المركبات دول بيؤدي الحوادث، وخاصه ان الحادثه اللي بشترك فيها النقل بتبقى لا قدر الله حادثه كارثيه مميته بتاخد كذا عربيه بقتله بتاع. فالنهارده لما الدوله صرفت وبذلت جهد انها تعمل طرق شاحنات فده موضوع مهم جدا، لانه معظم الطرق النهارده بقى فيها طرق خدمه للنقل زي طريق القاهره اسكندريه، طريق العين السخنه، بنتكلم على طريق السويس، بنتكلم على طريق الاسماعيليه، طريق محور 30 يونيو. يعني جلاله كافه يا فندم الطرق المصريه حاليا، حتى وادي النطرون العالمي اللي بيجري تطويره الان لو هتاخد بال حضرتك هتلاقي في طريق خرساني على الجانب احدى الجوانب بيتم انشاؤه للشاحنات او للنقل يعني. صح. طب يوليو بقى اشمعنى يوليو؟ يعني الاعلى يوليو والاقل ديسمبر. هقول لك ليه؟ لان الحادثه او نسبه الحوادث هي نسبه من احجام المرور. فبالتالي احنا بنتكلم على ليه شهر 7؟ شهر 7 الناس في اجازات. الناس بتتحرك بتسافر زي ما حضرتك بتقول. صح. فنسبه الطلب على السفر حضرتك عدي على بوابات اي طريق زي القاهره اسكندريه او شبرا بنها او غيره في شهر 12 او شهر يناير وقت الازمه الساقعه والبتاع تلاقي الناس البوابه ما فيهاش يعني 6-7 عربيات على بعض. حضرتك عديت في شهر يوليو دلوقتي وانت طالع على اي مصيف بتقف صف عربيات لا يقل عن 40-50 عربيه. فبالتالي هو ده التفسير الوحيد، انه طول ما بيزيد احجام الحركه والطلب على النقل والطلب على الرحلات على الطرق كل ده ما بياخد، لو انت خدت نفس النسبه من الحوادث هي هترتفع الاعداد بتاعه الحوادث الشهر ده عندها. مفهوم مفهوم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد نبيل استشاري النقل والطرق والكباري، ودي اخبار ايجابيه برضو كان لازم نعرضها على حضراتكم. طبعا يعني لازم نستمر في تحسين الملف، لكن كل ما بنتوسع في شبكة الطرق وبنحسنها وبنطورها وبنزود الرقابة كل ما بتقل الحوادث. و10% دي نسبة كبيرة ان هي في سنة، يعني كل سنة نزلنا 10% هيبقى يعني في خلال 5 سنين تقدر توصل معدل للنص، فدي نسبة كبيرة جدا. الحمد لله ان احنا قدرنا نحركها. احنا كمان التقرير لغاية 2021 فلسه هنشوف 2022 كمان. دكتور كان بيقول لي ان هي اقل كثيرا. طيب هنروح بقى ليه ملف اخر، ملف مهم لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منه لانه مرتبط ببرضو ادويه مغشوشه ومستحضرات تجميل مغشوشه. وزاره الداخليه تمكنت من ضبط 10,000 عبوه من مستحضرات التجميل مختلفه الانواع بدون مستندات ومجهوله المصدر وغير مطابقه للمواصفات القياسيه، وتمهيدا كانت طبعا ممهده لطرحها في الاسواق وتداولها طبعا بشكل غير شرعي وغش وتدليس طبعا ومحاوله تحقيق ارباح على حساب الناس وصحتها. خاصه يعني موضوع زي ده ما ينفعش نبص له باستهتار، لانه كريم مغشوش او حاجه ده ممكن يؤدي الى طبعا امراض جلديه لا قدر الله او طفحات جلديه او غيرها من الأمراض اللي ممكن تصيب حضرتك وتكون خطيرة وانت مش حاسس، انت طبعا مش متأكد من مصدرها. خلونا ناخد مع حضراتكم برضو الأستاذ محمد الدجوي رئيس شعبة مستحضرات التجميل بالغرفة التجارية بالقاهرة. أهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا كابتن. مع حضرتك محمود الدجوي
رئيس شعبة الكوافير. أهلا يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. عفو. أهلا بحضرتك. طيب دكتور، يعني لو حضرتك سمعت معنا هذا الخبر، يعني ده واحد من محلات بس في المنوفية كان مستعد لطرح 10,000 عبوة، فبتقرأ ازاي الخبر ده وتحذر الناس برضو بايه؟ لانه ممكن يكونوا فريسة لاستخدام اي واحدة من المستحضرات دي، وده ممكن يؤدي الى امراض جلدية خطيرة. يعني مع حضرتك يا فندم. حضرتك سمعتني دكتور محمود؟ حضرتك. ايوه حضرتك سمعني. ايوه سامع حضرتك. ايوه. طب اطرح السؤال تاني. حضرتك لو سمعت معانا هذا الخبر المتعلق بان وزاره الداخليه قدرت ان هي تضبط 10,000 مستحضر تجميل مغشوش في واحد من المحلات في المنوفيه، فلو حضرتك تعليقك ايه على هذا الخبر، وتنصح الناس بايه في هذه الحاله فيما يتعلق بمستحضرات التجميل وكده؟ هو حضرتك فعلا مباحث التمويل بتقوم بدور كبير في ضبط الاسواق المصريه، ولكن للامانه احنا في ظل قوانين الغش التجاري قوانين ضعيفة والعقوبة فيها غير راضعة، وبالتالي اللي بياخد قضية غش تجاري بيبقى سهل ان هو يروح ويدفعله غرامة 10,000 جنيه ويتمادى في هذا الامر. وبالتالي مطلوب حضرتك علشان نحافظ على السوق المصري ونحافظ على صحة شعب مصر بتغليظ العقوبة والقوانين القديمة، لابد من تفعيلها بشكل جديد في تغليظ العقوبة في قضايا الغش التجاري. ما تدينا مثال مثلا، يعني ازاي؟ يعني حضرتك مثلا لما نقول قضية غش تجاري منتجات بتجيب أمراض مسرطنة، ونلاقي القانون في الآخر بيدي حكم بسنة حبس و10,000 جنيه غرامة. طب ما المكاسب اللي بيكسبوها أصحاب الشركات بالمليارات، فبالتالي ما تفرقش معهم 10,000 جنيه غرامة. لأن حضرتك دي المنتجات المخشوشة دي حضرتك بتتعمل تكلفتها ملاليم، بتتباع بملايين. ما هو محل واحد 10,000 عبوة هو بالظبط في محل واحد. طب نتأكد ازاي او تنصح المواطن بايه؟ يعني ياخد باله ازاي برضو، لانه ممكن يكون الحاجات دي ارخص شوية فهو عايز يجيب حاجة ارخص، بس مستحضرات التجميل ممكن يبقى ليها تأثير خطير. بالظبط. هما بيستغلوا الحالة الاقتصادية للفتيات الغلابة، ان كل واحدة بتحلم ان هي تحس ان هي على مستوى من الجمال، فبتروح تشتري مستحضرات التجميل اللي في متناول ايديها. بالظبط. وهي ما تعرفش ان المستحضرات دي هتكلفها اكتر من المنتج الاصلي، وهتصرف عليها في علاجات علشان تعالج المخاطر اللي بتيجي من مستحضرات التجميل دي قد ثمن المنتج الاصلي 10 مرات، وفي حاجات ما تقدرش تعوضها. مفهوم. لان المنتجات دي حضرتك بتبقى فيها مواد كيميائيه زي مادة الرصاص اللي بتتحط في الأحمر الشفايف، وزي مادة البرابين، وزي مادة الكبريت، ودي كلها مواد الجلد بيمتصها، فبالتالي بتتفاعل مع الدم فتصيب الجسم بالتهاب كبد وبائي والفشل كلوي. وفي منها منتجات بتتحط على الشعر زي البروتين فيها مادة الفورمالدهايد. دي ممكن تودي لك شعرك أصلا يقع قدامك كله كده. بالظبط. ده بيضر الشعراية، ونتيجة الاستنشاء بتاع الدخنة بتاع الكوي المنتجات دي بتجيب أمراض سرطانية على الرئة. أيوه. بس انت عارف حضرتك دايما بإيه برضو من الخدع، انه برضو إيه يحط لك البراند أو اسم ماركة شهيرة بس مقلدة، يعني فاهم، بحيث انت برضو طبعا. إيه تلبس فيها وانت ما انتش عارف. ما هو ده اللي موجود فعلا في السوق، وشفنا في الأيام الأخيرة، واخد بالك، إن اللي طالعة بتتكلم على منتجات وبرندات عالمية بأسعار أقل من 5% من ثمنها. وطبعا ده مش منتج أصلي، دي إما عبوات بتتاخد من الشوارع وبيتم إعادة تدويرها وتعبئتها من جديد بمنتجات مقللة وكلها مواد كيميائية، واخد بال حضرتك، ومنتجات مضرة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود. دكتور محمود الدجوي رئيس شعبة مستحضرات التجميل بغرفة التجارة بالقاهرة. موضوع مهم، يعني أحيانا
التجاهنا للرخيص من هذه المنتجات جيد، لكن انت ممكن تحاول يعني تشوف الرخيص من هنا، لكن تلاقي نفسك بتدفع اضعافه في صحتك بقى والعلاج بعد كده. فناخد بالنا ونتاكد دايما من مصدر العلب، ولانه كمان زي ما قلت الدكتور يعني قال لنا بتحتوي على مواد خطيره جدا زي ماده الكبريت او ماده الفورمالدهايد. نروح معاكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. خليكم معانا. دكتورة عزة فخري بهنيها على حسها الجميل، على قدرتها على أنها تنفذ إلى قضايا المجتمع، وبصفة خاصة قضية بتهدد المجتمع المصري وبتهدد حقوق الفتاة والمرأة المصرية في زمن إحنا مصر بتشهد فيه طفرة حقوقية لكل الفئات. الحقيقة المرأة المصرية بتعيش في عصر جميل بتخرج فيه كل إمكاناتها وطاقتها، سواء على المستوى المحلي أو على المستوى السياسي. احنا النهاردة الحقيقة يمكن عجبني في المعرض جدا تنوع صور تعبيرات الفتيات التي تم الزج بيهم في زيجات من الزواج المبكر او من الزواج غير اللائق في سن غير مناسب، وده الحقيقة بينعكس في تعبيرات وشهم الحزينة او التي يمكن ان تكون عليها شكل من اشكال حسيس القهر او الحرمان. الطفلة بتحرم من التعليم، طفلة بيبان عليها الشقاء وان هي بتدور على لقمة عيش في سن صغيرة. صور أخرى أطفال بتحمل أطفال في أحضنها، فكيف لها أن ترعى أطفال وهي ما زالت طفلة؟ طفلة حرمت من اللعب وبتمسك لعب أطفال بتتحسر عليها. فالحقيقة بتثير قضايا كثيرة. يمكن تخصص الدكتورة عزة في علم النفس خلاها أكتر قادرة على النفاذ إلى نفوس هذه السيدات ومشاعرهم. قضية الزواج المبكر من القضايا اللي بتهدد أمن الأطفال، وخاصة أن في مناطق مشهورة بها، يمكن من أسبابها الرئيسية ليس فقط الفقر ولكن أيضا الجهل، التسرب من التعليم، التفكك الأسري. فإحنا مش بنتصدى للزواج المبكر كمحصلة، ولكن بنتصدى للقضايا المسببة لها. علشان كده بننتشر بحملات زواجها قبل 18 يضيع حقوقها بل يضيع حياتها. ووزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والشراكة مع الوزارات المعنية إذا كانت الصحة والسكان والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بندعو كل هذه الكيانات أن نتشارك معا ونقضي على الزواج المبكر. إحنا أيضا كمان ضمننا الزواج المبكر كأحد الشروط اللي لو توفرت لن تحصل الأسرة على دعم النقدي تكافل، لأن الدولة لا تدعم الأسر التي تقتل أطفالها، وإن كان القتل لا يتم بشكل صريح ولكن تقتل مستقبلها وأحلامها وحقوقها. وأيضا يمكن إحنا بندعم الأسر ماديا حتى لا يتم الزج بيها في زيجات غير ملائمة وفي سن غير ملائم مما يهدد حياتها، قد يكون محك خطر سواء عدم قدرتها في بناء حياة سليمة مع زوج أو عدم قدرتها على رعاية أطفال. وده بيورث الحقيقة الظلم والجهل، وده اللي احنا مش عايزينه، إن بناتنا غاليين علينا. ويمكن القيادة السياسية بتدعم حقوق المرأة، وإحنا كمان بنحمل هذه المسؤولية على أكتافنا ولن نسكت عنها، لأن السكوت عنها جريمة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هنروح لملف في غاية الأهمية، وهو ملف متعلق بحل مشاكل المستثمرين. وكان طبعا مطالبات طوال سنوات أن يكون في وحدة لحل المستثمرين، وأصبح عندنا هذه الوحدة وبدأت تشتغل وبتشتغل بقوة. النهاردة ترأست المهندسة رندا المنشاوي وهي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وكمان ده كان بحضور المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورؤساء عدد كمان من الهيئات والجهات المعنية والمستثمرين المعنيين. طبعا ده زي ما قلنا حضراتكم الوحدة دي اللي انعقدت في أول جلساتها في مايو الماضي بتهدف أن هي تكون بتقدم حلول سريعة وفعالة ونجاعة لحل مشكلات المستثمرين اللي المستثمر بيلجأ لها بعدة طرق، سواء بشكل مباشر أو عن طريق أساليب رقمية.
طيب بتستقبل قد ايه الوحده؟ بتنجح ازاي في حل المشاكل؟ ايه ابرز المشاكل اللي بتواجهها؟ يمكن هيكون معانا مداخله هاتفيه ايضا دلوقتي نحدد من خلالها ايضا ابرز ملامح العمل في الوحده الدائمه لحل مشاكلات المستثمرين. هيكون معانا الاستاذ هاني ابو الفضوح الخبير الاقتصادي والمالي. اهلا بيك يا فندم منورنا. مساء الخير عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بيك. يعني احنا الوحده دي طبعا تم تشكيلها حديثا تحت رعايه مجلس الوزراء، وكانت مطالبات الحقيقه طوال سنوات انه يكون في حاجه عندنا زي كده تساهم في حل المشكلات بشكل سريع. تقييم حضرتك ايه لهذه التجربه وكمان تعاطيها مع المشكلات؟ هذا نقول ان احنا حققنا خطوه للامام فيها. هو يمكن من السابق لأوان وإن الواحد طبعا يدي يعني تقييم لأداء الوحدة، لأن زي ما حضرتك ذكرت من شوية إن الوحدة دي تم إنشائها حديثا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ودي أنشئت في مايو. الغرض الأساسي منها يعني إنها بتنظر في مشاكل المستثمرين، وأهم شيء يمكن مميز هذه الوحدة إن تشكيلها نفسه. ليه؟ لو نظرنا إلى تشكيلها نفسه هنلاقي أن هي الوحدة دي برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء الدكتورة رندا الشاوي، وأيضا في تضم الوحدة دي في عضويتها رئيس التنفيذي للهيئة مجلس الوزراء، وأيضا رئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، وممثل عن وزارة الدفاع وزارة الداخلية، وتم أيضا إضافة أعضاء جدد ليها زي الممثل عن المخابرات العامة. ما يميز هذا التشكيل أن الـ يعني سعة اختصاص الأعضاء، فهم بيغطوا تقريبا يعني كل الجهات اللي هي المستثمرين بيتعاملوا معها. الهدف طبعا من الـ أو أبرز المشاكل اللي بتنصر فيها الوحدة، وأنا متوقع أن يمكن هيكون في مشاكل أكتر مع مع الوقت هتظهر أكتر على السطح، فيمكن أبرز المشاكل اللي هي بتنظر فيها الوحدة اللي هي إصدار التراخيص. طبعا يمكن كان إصدار التراخيص في المناطق الصناعية تحديدا كان مشكلة كبيرة لدى عدد من المستثمرين. أيضا من ضمن المشاكل برضو اللي هو تأخير في صدور الـ بعض الاعتمادات اللي هي مطلوبة لتنفيذ المشروعات اللي هي بتخص بعض الشركات. وبرضو في برضو من ضمن المشاكل عدم صدور الموافقات من بعض الجهات المعنية، ودي مشكلة الحقيقة كبيرة عندنا في مصر اللي هي تعدد الجهات اللي بتصدر الموافقات. في بعض الأحيان بيبقى 11 و12 جهة من الدفاع المدني والمخابرات والأمن والمرافق. الحقيقه دي لازم يتم. هو بيقولوا كمان ان هم استطاعوا حل يعني او تلقوا تقريبا 109 شكوى، تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها، وبينظر في الباقي 74 قيد الفحص. زي ما الخبر التقرير النهارده منشور 109 شكوى وحلوا منها بعض الشكاوى. هو الحقيقه احنا برضو يعني يمكن مجتمع الاعمال دي يعني برضو كنوع من الشفافيه في التعامل مع المشاكل، يعني اتمنى ان حتى لو ما كانتش موجوده يعني يتم استحداث موقع الكتروني خاص بهذه الوحده. بس هم بيستقبلوا عن بوسائل رقميه، بس انا ما اعرفش حكايه اليوم موقع صراحه مستقل ولا لا، ابقى اسال في المعلومه دي. بس هم بيستقبلوا بشكل رقمي. انا كمستثمر ان انا اشوف نوع المشاكل السابقه ايه، ما يمكن مشكلتي تم البت فيها او شيء مقارب لها في الوقت الماضي. صح. يعني اتمنى ان اللي ما كانش ده اوريدي بالفعل موجود ان يتم استحداث اليه لعرض الشكاوى وما تم الانتهاء منه، وايضا الشكاوى اللي هي ما زالت قائمه واسباب تاخر البت في بعض الشكاوى. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا خبير الاقتصادي والمالي الاستاذ هاني ابو الفتوح، شكرا جزيلا على وجودك معنا. بقى الاخر اخبارنا، وبرضو ده خبر مهم يمكن ليه علاقه كمان بالاجراءات اللي اتخذها السيد الرئيس بالامس لضمان ايضا
يعني حصول مزيد من الفئات الأكثر احتياجا على معاش تكافل وكرامة. وخلينا نقول لكم مثلا بعض الأرقام المهمة، يعني وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أنه عدد مستفيدي تكافل وكرامة بداية من العام كان تقريبا 3.8 مليون أسرة. وبعدين صدرت توجيهات رئاسية بضم 450 ألف أسرة في شهر إبريل الماضي، وبعدين تم ضم 900 ألف أسرة جديدة، وكمان هذا العام هيتم ضخ ل 350 ألف أسرة، غير طبعا اللي أعلن عنهم السيد الرئيس بالأمس تقريبا 1 مليون إضافية. طبعا أشارت كمان سيادة الوزيرة أنه التكلفة السنوية للأسر الجديدة الوجه الرئيس بإضافتهم ضمن تكافل وكرامة هتتكلف تقريبا 5.4 مليار جنيه، وطبعا جزء ستتحمله خزانة الدولة وجزء ستتحمله منظمات المجتمع المدني والتحالف الوطني، وستتحمل أيضا 400 ألف أسرة تقريبا بتكلفة 2.4 مليار، والدولة تتحمل 3 مليار التانيين. يعني نقدر نقول أنه عدد مستفيدي تكافل وكرامة بشكل عام وصل لحوالي 20 مليون فرد، وما زلنا بنتوسع. أرقام مهمة، وكمان أرقام إحنا ممكن نقراها كأرقام، لكن كل رقم بيزيد بيبقى في المقابل ليه زيادة عبء على الموازنة العامة للدولة. فأيضا كان لازم نطرح لكم هذه الأرقام ونبقى عارفين برضو إحنا رايحين فين وجايين منين في هذا الملف. أكتر من 20 مليون فرد مستفيد. كمان في إطار بقى الاستعدادات لكوب 27، والنهاردة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة كان في اجتماع موسع عبر الفيديو كونفرنس اللي بيناقشوا كمان الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأطراف الأطراف للتغيرات المناخية رقم 27 كوب 27 اللي تستضيفه مدينة شرم الشيخ. الاجتماع ده كان بيناقش ازاي هيكون في مبادرات للمرأة سيتم إطلاقها كمان خلال كوب 27 للمساهمة في علاج التغيرات المناخية، وهيتم كمان الإعلان عن جهات مانحة وممولة خلال فعاليات يوم المرأة أيضا. كمان أوضحت وزيرة البيئة أن المبادرة الخاصة بالمرأة هيكون فيها عدد من الموضوعات زي رفع الوعي البيئي، الاقتصاد الأخضر، تغيير السلوك. كمان هيبرز دور المرأة المصرية في التصدي للتغيرات المناخية، وده هيكون بمشاركة عدد كبير جدا من مؤسسات المجتمع المدني. يعني استعدادات لكوب 27 على كل الأصعدة، وكمان بتضمن مشاركة كل الأطراف في المجتمع المصري بمبادرات مختلفة شبابية متعلقة بالمرأة، متعلقة بالبيئة، متعلقة بكمان كل المناحي العلمية في مجتمعنا المصري. ده يبقى آخر أخبارنا النهاردة كده، إن شاء الله بقى نشوفكم قريب على ألف خير وصحة وسعادة وحلقة جديدة من 90 دقيقة. بشكركم شكرا جزيلا.